ناصر سامي با مبروك، هذا موترك اللي امس اللي اليوم الفجر قلنا لك عنه، صح؟ الله يبارك في حياتك والله انه فوق وزياده. لا في احنا بخير والله يطول عمارهم والله. زين اسمع اسمع، يستاهل بعد اخوك حمد بن غانم الهديفي. ونعم اخوك حمد بن غانم الهديفي ارسل لك هذا الفي اكس ار 2017.